مصر يعيش يوما تاريخيا، قرار ملكي باستعادة الباقورة والغمر، والحكومة تبدأ بالإجراءات الرسمية مع الجانب الإسرائيلي. تداعيات مقتل خاشقجي في تواصل، الجبير ينفي معرفة الرياض بكيفية القتل أو مكان الجثة، وواشنطن تطالب المزيد من المعلومات. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن هو قرار تاريخي اتخذه جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، والبدء فورا بإجراء استعادة هذه الأراضي كاملة. هذا القرار الذي يأتي قبل أيام من انتهاء المهلة القانونية للمطالبة باستعادة الأراضي بحسب نص اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية. ولفت جلالة الملك خلال لقائه عددا من القيادات السياسية إلى أن أولويات الأردن في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هو حماية المصالح الأردنية وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين. عمر المجالي يطلعنا على المزيد حول تفاصيل هذا اليوم الذي حمل هذا القرار المهم، القرار الملكي. فرحة أردنية كبيرة اليوم بهذا القرار الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني بإنهاء ملحقي البقورة والغمر من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وترحيب واسع بهذا القرار رسميا وشعبي. عمر، نعم، وفورا أخذ مساره الرسمي من اجتماع للحكومة الأردنية اجتماع طارئ، وتبعه أيضا إجراءات رسمية من وزارة الخارجية نتبع هذه الإجراءات. قرار ملكي تاريخي سيادي أعلنه جلالة الملك عبد الله الثاني لإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 94. الباقورة والغمر أراضي أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا. هذا بعض ما تضمنه حديث جلالة الملك خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية. كما كتب جلالة الملك تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر جاء فيها: لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين. القرار الملكي كان له الوقع والتأثير على المستويين الرسمي والشعبي، فقد تم تثمين هذه الخطوة التاريخية من مجلسي النواب والأعيان، واصفين القرار بأنه يأتي خدمة للمصالح الأردنية، وأن جلالة الملك ينتصر للأردنيين. كما أشادت الأحزاب والنقابات بهذا القرار لأنه ينسجم تماما مع تطلعات الأردنيين، وأيضا حسم حالة من التساؤل حول مصير إعادة تأجير منطقتي الباقورة والغمر. الإجراءات الرسمية التي تبعت القرار لتنفيذه تمثلت باجتماع طارئ للحكومة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام. الرد الإسرائيلي، وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجار أراضي الغمر والباقورة لمدة 25 عاما، وذلك في أول رد فعل بعد إعلان جلالة الملك عبد الله الثاني إنهاء الملحقين في المنطقتين وفي معاهدة السلام. وقال نتنياهو في تصريحات علنية نقلتها رويترز إن الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار، وإن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا حبيت أقول معكم اليوم حتى نظل على التواصل مع أصدقائنا من السياسيين والاقتصاديين على كل التحديات اللي أمام الأردن. أنا حكيت أكثر من مرة إنه أولوياتنا في هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا
واعتقد التعاون معكم حتى نشوف كيف نبني استراتيجيه للمستقبل راح يكون مهم جدا، وعمل كل ما يلزم من اجل الاردن والاردنيين. بجوز الموضوع اللي يدور الحديث حوله بشكل كبير في هذه الايام هو موضوع الغمر والباقوره، وهذا الموضوع على راس اولوياتنا من فتره طويله. توجيهاتي للحكومه من البدايه كانت انهاء الاتفاقيات اللي سمحت لاسرائيل باستخدام هذه الاراضي. طبعا تم تنفيذ هذه التوجيهات، واليوم تم اعلام اسرائيل بهذا القرار الاردني، وهو انهاء هذه الاتفاقيات حسب ملحق اتفاقيات السلام. الغبر والباقوره أراضي أردنية وستبقى أردنية، نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا. في المقابل لاقى القرار الملكي ردود فعل واسعة، وعبر الأردنيون عن فرحتهم بهذا القرار سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. زميل محمد خماسي رصد لنا أبرز هذه التعليقات اليوم. محمد، إذن هي ردود واسعة على المواقع على القرار الملكي والفرحة التي أبهجت وأفرحت وأثلجت صدور الأردنيين جميعا. نعم طارق، بالتأكيد هي قرار تاريخي تفاعل معه المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سنلقي نظرة سريعة على أبرز التغريدات على موقع تويتر. رئيس الوزراء عمر الرزاز غرد عبر حسابه على تويتر اليوم قائلا: لقد قال جلالة الملك حفظه الله الكلمة الفصل في الباقورة والغمر، هنيئا لجلالته وهنيئا لشعبنا الأردني العظيم. أيضا رئيس الوزراء رئيس وزير الخارجية أيمن الصفدي صرح قائلا: تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام. أما رئيس مجلس النواب أيضا عاطف الطراونة فعلق عبر حسابه في تويتر قائلا: السيادة الأردنية تتمثل بقيادة البلاد نحو القرار الصائب، جلالة الملك ينتصر لإرادة الأردنيين الحرة باستعادة الباقورة والغمر ويغلق الباب أمام محاولات النيل من استقلالية قراراتنا. أيضا النائب ديمة طهبوب كتبت عبر حسابها: أنا من الجيل الذي تحررت فيه الباقورة والغمر وعادت إلى حضن الأردن، هذا ما سأرويه لابنتي وأحفادي. أيضا هنا نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي غرد قائلا: شكرا جلالة الملك لإعادة أراضينا للسيادة الأردنية الكاملة بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، إنها خطوة جادة في التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية وتقديما للمصالح الأردنية الوطنية العليا. أيضا هنا الكاتب ياسر الزعاتر غرد قائلا: القرار الأردني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني قرار مهم، لكن اتفاقية وادي عربة سيظل مشكلة مثل اتفاق أوسلو، والمخاطر ستبقى قائمة لأن ها هنا كيان ليس في وارده التنازل عن أي جزء من فلسطين، وما يريده هو فقط التخلص من عبء السكان وحسب. أيضا الدكتورة فاطمة الوحش غردت عبر حسابها كاتبة: يحسب للملك عبد الله الثاني قراران حكيمان سيبقى لهما صدى بعيد الأثر، فكان الأول رفضه لصفقة القرن والثاني إعادة الحق من أرض باقورة والغمر إلى الأراضي الأردنية. نعم طارق، كانت هذه نظرة على أبرز آراء المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر تجاه هذا القرار الأردني التاريخي. نعم، إذن هو يوم تاريخي، يوم حافل، قرار الملك أثلج صدور الأردنيين، يوم فرح انتظره القرون الأردنيين بفارغ الصبر. ها هو جلالة الملك يغرد اليوم وينهي هذا المسألة ويضع النقاط على الحروف لتطلق الحكومة الأردنية بعد ذلك مسارا تفاوضيا مع الجانب الإسرائيلي. حول هذا الموضوع رحب بضيفي من واشنطن وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان لمعشتر، وكذلك بضيفي هنا في الاستوديو الخبير القانوني الدكتور عمر مشهور الجازي. أهلا بكما معالي الدكتور مروان لمعشر. القرار من حيث الأهمية واللحظة السياسية. القرار على قدر بالغ من الأهمية لأكثر من سبب. أولا أحيي جلالة الملك الذي انتصر للشعب الأردني ولمطلبه في هذا المجال.
يجب أن أولا نلاحظ أن السيادة الأردنية كانت دائما معترف بها على هذه الأراضي من قبل إسرائيل. ما تم في السابق هو بعض الإجراءات أو الامتيازات التي منحت للجانب الإسرائيلي من نواحي جنائية ومن نواحي استخدامات الأراضي من نواحي جمركية. أتى جلالة الملك لينهي هذه الامتيازات، وبهذا يعني تطبق كامل القوانين الأردنية على هذه الأراضي في المستقبل إن شاء الله. إنما الأهمية الثانية التي لهذا القرار وأشار إليها جلالة الملك حين تحدث عن المصالح الأردنية، واضح تماما أن إسرائيل تعمل اليوم ضد المصلحة الأردنية العليا برفضها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبرفضها إقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني، وبذلك هي تريد حقيقة أن يحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الأردن. عندما يتكلم جلالة الملك عن المصالح الأردنية ف يعني التأشيرات واضحة في أننا اليوم نقف حكومة يعني ملكا وحكومة وشعبا ضد هذه الممارسات الإسرائيلية، وآمل أن تكون هذه بداية لمقاربة جديدة بين الأردن وإسرائيل، يعني تقف سدا منيعا أمام كل المحاولات الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. ولهذا يجب تماما ربط الموقف الأردني وموقف جلالة الملك شخصيا من موضوع عدم تجديد اتفاقية الباقورة والغمر، أيضا ربطه بما يدعى بصفقة القرن والمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تماما وبشكل خاص على حساب الأردن. نعم دكتور عمر مشهور الجازي، أولى الخطوات كان الإبلاغ، القرار الملكي ثم الإبلاغ، ماذا يطلق ذلك الآن؟ ماذا يتبع ذلك؟ ماذا يطلق؟ نعم ماذا يتبع ذلك؟ أولا هذا يوم عزة وكرامة، وهنئ الشعب الأردني وكل أطياف السياسي وأدني قيادتنا على هذا القرار الحكيم باستعادة أراضينا والتمسك بالوحدة المقدسة لوحدة التراب الأردني. يتبع ذلك بعد إخطار الجانب الإسرائيلي بالمذكرة حسب الأصول والتي نصت عليها المادة 6 من كلا الملحقين الذين ينظموا الوضع القانوني لكلا منطقتين في البقورة والغمر، أن ندخل الآن ممكن ندخل في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إذا طلب الجانب الإسرائيلي ذلك. ولكن كما تعلم معنى عام حتى استعادة الأراضي سواء كان في البقورة أو في الغمر. فالآن نتكلم، صار الإخطار على الطريق القنوات الدبلوماسية، وتم إخطار الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتنا في التجديد، لأن المادة 6 واضحة في كلا الملحقين أنه إن لم يتم الإخطار بإنهاء العمل بهذا الوضع القائم تجدد المدة لمدة مماثلة وهي 25 عام. طبعا هناك اختلاف في الوضعية القانونية. فوجئنا اليوم برد سريع من الجانب الإسرائيلي على الرئيس من قبل رئيس حكومة دولة الاحتلال، والذي قال أنه سيدخل فوضات مع الجانب الأردني من أجل تمديد الإيجار. ونحن وهذه نقطة في غاية في الأهمية، لأنه يطرح تأجيرا صورة مشوهة ومغلوطة عن الوضع في البقرة والغمر. هو ليس إيجار، لأنه ليس هناك عوض مالي مادي مقابل ذلك، وهي ليست منطقة حدودية كما يزعم أن منطقة الغمر، لأن منطقة الغمر كما تعرف أستاذ طارق هي داخلة بالحدود الأردنية حوالي 5 كيلو. لا يمكن أقرب شيء بقربوه لموضوع الإيجار، ولكنه ليس إيجار. هناك حقوق بالضبط، هي حقوق تصرف وملكية بالنسبة للبقورة، وحقوق استخدام بالنسبة للغمر. وحقوق الملكية جاءت باستنادا إلى معاهد السلام الأردني الإسرائيلية والملحق الخاص في البقورة، لأن هناك سندات تسجيل تتعلق في ملكية خاصة لأفراد من التابعية الإسرائيلية. ولكن قبل ذلك التاريخ في عام 1928 لم يكن الكيان الصهيوني قائم، فهي ممكن من أتباع كانوا جنسية بريطانية أو جنسية. سأأتي إلى هذا الموضوع بالمزيد من البحث. دكتور مروان لمعشر، يعني نتوقع مسارا معقدا خاصة فيما يتعلق بالبقورة ومزاعم الملكية الخاصة. أنت كنت من المفاوضين سفيرا في دادا إسرائيل، تتفهم جيدا ربما العقلية الإسرائيلية في هذا الأمر، وتدعو اليوم إلى التسلح في مواجهة المفاوضات.
بدون شك، يعني بصريح العبارة أنا لا أثق بالحكومة الإسرائيلية ولا أثق بنواياها، وتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تمديد التأجير يأتي في هذا النطاق الذي أشار إليه زميلي عمر. نحن لم نؤجر هذه الأراضي لإسرائيل، والسيادة الأردنية سيادة معترف بها رسميا في المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، وأتوقع أن تكون المفاوضات مفاوضات صعبة، ولذلك برأيي على الحكومة الأردنية اليوم أن تتسلح بكافة الخبرات القانونية الأردنية وهي متوفرة ومتوفرة بكثرة، واستخدمنا هذه الخبرات القانونية يوم وقفنا ضد الحائط الإسرائيلي عام 2002 إلى 2004، وتمكننا من حقيقة استصدار رأي قانوني دولي من محكمة العدل الدولية ضد الحائط الإسرائيلي وضد الاحتلال الإسرائيلي بالكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم أتوقع من الحكومة الأردنية أن تستعين بهذه الخبرات وبغيرها من الخبرات للدخول في مفاوضات قد تكون صعبة، لكن الموقف الأردني واضح، وجلالة الملك كان في غاية الوضوح حين قال أريد أن أنهي العمل بالملحق، بمعنى أنهي العمل بكافة الإجراءات التي أعطت بعض الامتيازات لإسرائيل بالنسبة لاستخدامات هذه الأراضي، ليس فقط لتعود فقط السيادة الأردنية، يعني هي السيادة الأردنية موجودة على هذه الأراضي، ولكن ليعود تطبيق كافة القوانين الأردنية بدون استثناء، وتعامل أي ملكيات خاصة معاملة أي فرد أجنبي له يعني له أراضي أو عقارات في المملكة بدون أي امتيازات إضافية. طيب دكتور عمر، يعني أشار الدكتور مروان المعاشر فيما يتعلق بإزالة الامتيازات وأن تخضع تلك الملكية للقانون الأردني، لكن طوال مدة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي في البقورة والغمر، خاصة في موضوع البقورة والملكية الخاصة، سبق القانون الإسرائيلي المنظم ساريا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي؟ لا، ينتهي العمل تلقائيا بعد مرور عام من الإخطار للعام القادم، إلا إذا دخلنا في ترتيبات جديدة تنظم هذه العلاقة. إحنا بالنسبة لنا حكما ستنتهي بعد عام، ولكن أنا بدي أعود لمعالي الدكتور، حكى شغلة مهمة جدا، إنه المعاهد السلام الأردنية الإسرائيلية اعترفت بالسيادة بكافة ملاحقة، ولكن لا نستطيع أن ننكر أن السيادة كانت منقوصة، وأن كانت القوانين الأردنية مطبقة على كلا المنطقتين، ولكن هناك قوانين جزائية والسماء الإسرائيلية تطبق على أي جريمة يكون فيها طرف إسرائيلي أو مستخدميه أو ضيوفه جانب فيها. ثاني شيء، دخول السماح للشرطة الإسرائيلية الدخول وإن كان بالحد الأدنى من الشكليات، فهذا كانت لسه السيادة منقوصة. الآن نتكلم عن عام ستستمر النظام. دكتور عمر، تحديدا هل نص الملحق الخاص بالبقرة ألف فيما يتعلق في المدة ينص بشكل واضح وصريح أن مدة التفاوض في حال رغبة الجانب الأردني بعدم التمديد وإنهاء كما حصل اليوم على مدة العام تحديداً، أما هناك من يخشى أن تراوغ وتماطل إسرائيل ويمتد التفاوض حول البقر والغمر ربما لسنوات؟ ليست هناك مدة محددة لا في الملحق ولا في المعاهدة بذاتها، أما يتكلم عن الإخطار قبل نهاية المدة 25 الأولى قبلها بعام، أما ما في نص واضح. أنا بقول لك تدخل في مفاوضات، ولكن إذا فشلت هذه المفاوضات مع مرور العام القادم فتنتهي، إذا خلص ما توصلنا للمفاوضات وتعود الأراضي خالصة لدينا. هذا جوابي القانوني اللي أنا يعني بزي فيه. دكتور مروان، يعني برأيك ممكن أن تستخدم إسرائيل أوراقا ضاغطة باتجاه الأردن وهي تعبر اليوم عن نيتها استمرار العمل فيما يتعلق بالملحقين، وأنت عبرت عن عدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية؟ ليس لدي أدنى شك في أن إسرائيل ستستخدم أوراق ضاغطة لمنع الأردن من إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، ولكن ليس لي أيضا شك في الموقف الأردني الصلب مرة أخرى ملكا وحكومة وشعبا ضد هذه الإجراءات، لكن لا نتوقع أن تكون المفاوضات سهلة، ستكون معقدة وستكون صعبة، وربما تستخدم فيها إسرائيل يعني أمور ضاغطة مثل ماذا دكتور مروان؟ مش قانونية، سياسية، وربما تدخل فيها الإدارة الأمريكية، ولكن مرة أخرى أنا باعتقادي أن الموقف الأردني صلب
وأنا واثق جدا من نجاح الموقف الأردني في إنهاء العمل بالاتفاق. يعني تتوقع دكتور مروان أن ربما تستعين إسرائيل في سبيل إقناع أو الضغط على الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أي نوع من الأوراق يمكن أن تضغط في هذا الاتجاه على الأردن؟ هنا شوف سيدي الكريم، هناك يعني طرق كثيرة يمكن للإدارة الأمريكية أو الإدارة الإسرائيلية أن تستخدمها، لكن لدينا اليوم مثلا موضوع صفقة القرن التي اعتقدت فيه الإدارة الأمريكية أنها يمكن أن تمرر صفقة على الشعب الفلسطيني من خلال تعويلها على مباركة عربية سواء كانت أردنية أو خليجية أو مصرية أو ما إلى عدد ذلك، وثبت بالوجه القطعي معارضة الأردن ومعارضة كافة الدول العربية لأي صفقة لا تتضمن القدس الشرقية ولا تتضمن إنهاء الاحتلال بالكامل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. فلدينا يعني لدينا تاريخ من الضغط من قبل إما الإدارة الأمريكية أو الإسرائيلية، ولكن أيضا لدينا تاريخ من الوقوف بشكل صلب ومنيع ضد هذه الضغوط. نتذكر جميعا موضوع خالد مشعل سنة 97 وكيف وقف جلالة المغفور والملك الحسين موقفا صارما للغاية من مجمل اتفاقية السلام إن لم يتم إنقاذ حياة السيد خالد مشعل. فلدينا أيضا أوراق ونستطيع استخدامها برأيي. طيب دكتور مروان معشر دكتور عمر الجازي، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إلى النقاش. إذن من جديد أرحب بضيفي من واشنطن الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية الأسبق، وبضيفي هنا في الاستوديو الخبير القانوني الدكتور عمر مشهور الجازي. دكتور عمر، اليوم هناك من بدأ يطرح عدد من السيناريوهات للتعامل مع ملكية البقورة، منها الشراء، الاستئجار أو المشروعات المشتركة، خشية من تعقيدات أو ربما مطالبات للجانب الإسرائيلي تعقد أو تطيل أمد التفاوض. لابد أن نعترف أن الملكية الخاصة تقيد الملكية العامة، مما يعني أن هناك إذا كان هناك سنة تسجيل بأسماء أشخاص متصرفين في هذه الأراضي وهم من الجنس حملة الجنسية الإسرائيلية، لابد من الاعتراف في هذا السند. إن لم يكن هناك، إن كان هذا السند الطابو الموجود في إربد مديرية أراضي إربد ما في كان هناك قيد يمنع التصرف، يا أنا ما اطلعت على سند التسجيل أخي طارق، لو اطلع عليه بقول لك إنه في سند التسجيل في يمنع التصرف. لم يبرز هذا السند حتى لم يبرز حتى الآن، وسألنا عنه كثير كل الجهات طرقنا الأبواب. إذا كان هناك قيد يمنع التصرف فإذا ما بني على باطل فهو باطل، فيجب اتخاذ إجراءات قضائية لإثبات لإبطال هذه البيوعات، هناك مجرى، ولا تخضع هذه القضايا إلى التقادم لأنها أملاك عامة. أما الملكية العامة طبعا أقل من الملكية الخاصة، يعني أنت لو عندك أملاك في الإمبراطورية العثمانية ورثتها الجمهورية العربية السورية لعائلتكم الكريمة، ما بصير تقول إن والله راحت لأنه صار في دولة ثانية. ألا يطلق ذلك دكتور عمر تعقيدا آخر بأن يقول الجانب الإسرائيلي عندما وافقتم على هذا الملحق كجانب أردني أقررتم بأن هناك ملكية خاصة ليهود قبل قيام الدولة المزعومة؟ أعضاء الوفد قالوا اطلعوا على سنة التسجيل، فهذا ما اجى من فراغ. هذا معناته مباشره هذا دكتور مروان، ولكن خليني يمكن اكمل عليها بعد ان تفضل. لا لا ارجوك بدي اكمل، انه حتى لو كان في ملكيه لاشخاص اسرائيليين ممكن استخدام القانون الاردني مثل قانون تطوير اراضي وادي الاردن لاستملاكها، لانه الماده 21 بالقانون بتسمح لك في انه استملاك اي مصدر مياه او حق استخدام او اراضي، فبقدر استخدمه. هناك اليه للتعويض تتبع هذا الـ هذا هذا الاستملاك، وممكن مثل ما أشار البعض للشراء. طبعا أنا لا أحبذ الشراء لأنه أعتبرها أراضي أردنية خالصة. أنا أحبذ أن يكون القرار لإبطال هذه البيوعات بدون أي تعويض مادي، لأن هذه البيوعات باطلة. ما تنسى قانون الامتياز عام 1928 بالمادة 40 منه الذي منح لشركة كهرباء الفلسطينية، وركز على الاسم فلسطينية، ما كان في شيء اسمه إسرائيل، التي يملكها بنحاس روتنبرغ، هي منحت له للمنافع العمومية. وتم إلغاء هذا الامتياز سنة 48 لأنه هذه المنطقة الباقورة استخدمت قلعة قتالية
قصفت من قبل القوات العراقية عام 1948، وأعلنت الحكومة الأردنية آنذاك بإلغاء الامتياز. فهل تدخل هذه الملكية ضمن هذا الامتياز؟ هذا أمر يجب. هل هذا الأمر واضح دكتور؟ واضح بالنسبة لنا إلغاء الامتياز، أما بالنسبة للملكية لابد من الاطلاع على سنة التسجيل. طب دكتور مروان المعاشر، يعني هناك من يتساءل يعني في إطار الملحق ألف وباء فيما يتعلق بالغمورة البقورة تحديدا بشكل أساسي، الجدل يدور في الأردن أين هو السند الرسمي الذي يثبت تلك الملكية المزعومة؟ في حديث قبل أيام مع الدكتور عبد السلام المجلي رئيس الوزراء الأسبق قال لم نطلع على ذلك، اطلعتم أثناء التفاوض؟ أنا شخصياً لم أكن، يعني أنا كنت الناطق باسم الوفد، لم أشترك في المفاوضات التي جرت حول أراضي الباقورة والغمر، لذلك لا أستطيع أن أقول لك أني اطلعت، لا لم أطلع. إنما يعني المهم التوقف عن نقطة، موضوع ملكية الأراضي حتى لو كانت الأراضي مملوكة لإسرائيليين، فكما تفضل الدكتور عمر هناك طرق كثيرة، إما أولاً إبطال هذه الملكية إذا كانت هذه الملكية من الزمن البريطاني، فهناك حجج قانونية لإبطال هذه الملكية، وإن لم نتمكن من إبطال الملكية فلنستملك هذه الأراضي للمنفعة العامة. بمعنى آخر، حتى لو كانت هناك ملكية لأشخاص إسرائيليين، هذا لا يمنع تطبيق القانون الأردني بما في ذلك قانون سلطة وادي الأردن على تلك الأراضي واستملاكها للمنفعة العامة. لا يجب يعني أن تدعنا هذه النقطة، نتوقف عند موضوع استعادة كامل هذه الأراضي الأردنية بشكل أو بآخر. دكتور مروان، أشرت إلى إمكانية أن تضغط الولايات المتحدة وأن تذهب إسرائيل في هذا الاتجاه في مسعى للضغط على الأردن، يعني تتوقع في المقابل تفهما غربيا للقرار الملكي، فهو عمل من أعمال السيادة وكذلك أيضا هو متعلق بالسياسة الخارجية. هذا عمل سيادي أردني يتعلق بالسيادة الأردنية، هذا عمل لا يخرق أي قانون دولي، بل لا يخرق المعاهدة نفسها التي نصت على أنه يمكن لأي طرف أن ينهي العمل أو يطلب عدم تجديد الاتفاقية بهذا العمل قبل مرور عام على 25 عام الماضية. فنحن ما قمنا به عمل قانوني سيادي أردني بامتياز، لا تستطيع أي دولة لا غربية ولا شرقية أن تعترض عليه بأي شكل من الأشكال. طيب دكتور عمر الجازي، اليوم إمكانية التحكيم، يلجأ الطرف الآخر ربما إلى التحكيم، هنا التحكيم كيف يتدخل؟ هل في هذه الحالة يجوز التدخل الاحتكام إلى القانون الدولي أو اللجوء لهيئة التحكيم الدولية للفض إن تأزم التفاوض أو إلى إن سار أو ربما كانت هناك نية للإطالة من قبل الجانب الإسرائيلي؟ نصت المعاهدة بالمادة 29 على تسوية كافة النزاعات التي تتعلق في تفسير المعاهدة ذاتها أو أي وجود أي غموض يتعلق بأي نص من نصوصها بالدخول إلى المفاوضات لتسوية هذا النزاع. في حالة فشل هذه المفاوضات يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم، حتى النص ما في إلزامية، ولكن أنا لا أستبعد لجوء الجانب الإسرائيلي إلى التحكيم، وهذا التحكيم سيكون تحكيم غير مؤسسي، سيكون يعني آلية التحكيم يجب الاتفاق عليها مع الطرف الأردني، لأنه لا يوجد هناك تحكيم مؤسسي، ولم يتم اللجوء إلى المحكمة العدل الدولية أو المحكمة التحكيم الدائمة التابعة لمحكمة العدل الدولية نصا. فستكون حتى إثارة مسألة التحكيم ستستغرق وقت طويل للاتفاق على آلية التحكيم، ولكن أنا أستبعد لجوء الجانب الإسرائيلي إلى التحكيم إلا إذا كان يريد إطالة أمد النزاع وكسب الوقت لإدارة هذه الأملاك. طب الغمر تثير تعقيدات برأيك؟ لا أبدا بالعكس، ومن يثير أن هناك يجب أن يكون هناك دفع تحويضات للجانب الإسرائيلي والمزارعين أو أصحاب التصرف، هذا كلام ليس له أساس قانوني. بالعكس، إحنا الممكن نطالب في التعويضات، أصلا لم نتقاضى أي مبلغ، وهم الآن بصدروا حوالي 7 على 10 مليون سنويا دينار سنويا من إنتاج الغمر. بالعكس، لأنه ما بني من حقوق نشأ عن سلطة احتلال حتى في القانون الدولي العام، لا يستسعفهم هذه الحجة القانونية. نعم دكتور مروان المعاشر، يعني لا تعتقد معركة سهلة، لن تسلم وتنسحب غدا من تلك الأراضي إسرائيل؟ لا أعتقد أنها سهلة. نستذكر مثلا موضوع طابة، ترسيم الحدود بين طابة، حتى الموقف الأردني هنا أقوى من الموقف
يعني في طابة كان هناك خلاف حول نقطة الحدود في الموضوع الأردني. كما قلت السيادة الأردنية معترف بها في الاتفاقية. الآن كما قال الدكتور عمر قد يكون هناك اختلاف على يعني تعريف هذه السيادة، إنما الجانب الإسرائيلي يعترف بالسيادة الأردنية على أراضي البقورة والغمر ضمن المعاهدة الأردنية الإسرائيلية. فبالرغم من ذلك ستكون المفاوضات شاقة. أنا لا أتوقع أن تكون سهلة هذه المفاوضات، ولكن الحق القانوني بجانبنا، وأنا أعتقد أنه ولو كانت هذه المفاوضات شاقة فالقانون الدولي والمعاهدة بجانبنا، ونستطيع أن نسترجع هذه الإراضي استرجاعا كاملا. طيب. دكتور عمر مشهور الجازي، نطمئن الآن، الحق إلى جانبنا، القانون الدولي إلى جانبنا، الأمور واضحة، أم لابد أيضا أن نتسلح ونهيئ لمفاوضات شاقة وربما مفاجآت؟ لابد أن دائما أن نكون مستعدين ومتهيئين، لأن أمامنا طرف غاصب بني على فكرة الاحتلال، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. ولكن أطمئن شعبنا الأبي وشعبنا العظيم وما أشبه اليوم البارحة أن هذه الحملة مقاطعة شركة روتنبرغ التي انطلقت في شمال الأردن، أحفادهم وأبنائهم الآن تبنوا هذه الحملة الوطنية لاستعادة الأراضي، وجاء القرار الأردني وطنيا بامتياز وانتصار لإرادتنا الحرة. أنا أشكرك الخبير القانوني الدكتور عمر مشهور الجازي، شكرا جزيلا لك. وذلك أشكر معالي وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. الجدل في التصريحات حول ما حصل مع خاشقجي، هذا الملف بعد الفاصل. على مدار نحو 3 أسابيع لا يزال ملف الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثير الجدل حول العالم. اليوم في تصريحات مفاجئة قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المسؤولين السعوديين لا يعرفون تفاصيل كيفية مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول ولا مكان جثته. غير أن الجبير في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز الأمريكية لفت إلى أن قتل خاشقجي كان خطأ كبيرا وجسيما، واعدا بمعاقبة المسؤولين عن ذلك. في الأثناء لا تزال ردود الفعل تتوالى في ظل موقف أمريكي يتسم بعدم الثبات خلال الأيام الماضية، فيما قالت تركيا اليوم إنها ستعلن خلال أيام النتائج النهائية للتحقيقات التي أجرتها. مقتل خاشقجي ما زال حديث العالم، روايات متعددة وتصريحات متتابعة كلها لم تحمل إجابات شافية لما حصل داخل القنصلية، ولم تحدد حتى الآن مكان ومصير الجثة. آخر هذه التصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية، حيث أكد على أن مقتل خاشقجي كان خطأ كبيرا وجسيما، ووعد أسرته بمتابعة المسؤولين، مجددا التأكيد على عدم معرفة الرياض لمكان الجثة وعلى عدم معرفة ولي العهد محمد بن سلمان بما حدث. شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته رحمه الله. وكانت السعودية قد أقرت يوم الجمعة الماضي لأول مرة بموت خاشقجي، ووصلت التحقيقات السعودية حتى الآن إلى إلقاء القبض على 18 شخصا، كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية يرأسها ولي العهد بهدف إعادة هيكلة المخابرات السعودية. بدورها تركيا ما زالت مستمرة بالتفتيشات والتحقيقات في مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل وغابة قريبة، يقول مسؤولون أنه من المحتمل أن يكون قد تم التخلص من جثة خاشقجي فيها. وحتى الآن لم تتهم تركيا بصورة علنية رسمية السعودية بمقتل خاشقجي، على الرغم من تسريبات لمحققين أتراك يقولون أن لديهم أدلة بالصوت والصورة تظهر مقتل خاشقجي على يد فريق من العملاء السعوديين داخل القنصلية في اسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على أنه سيعلن كل الحقائق بشأن مقتل خاشقجي الثلاثاء المقبل، وسيعرض التفاصيل بطريقة مختلفة جدا، وسيجيب عن أسئلة كثيرة منها لماذا جاء 15 شخصا إلى إسطنبول، ولماذا تم اعتقال 18 شخصا في السعودية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أنه غير راض عن الرواية السعودية التي تفسر مقتل خاشقجي، وأنه لن يكون راضيا حتى يجد الإجابة، مجددا احتمالية فرض عقوبات على السعودية دون المساس بصفقات بيع الأسلحة للسعودية. ولم تتوقف ردود الأفعال هنا، بل أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقتل خاشقجي، وقالت أن التفسيرات المقدمة لملابسات مقتل خاشقجي غير كافية. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك الكاتب والباحث السياسي محمد السطوحي، وكذلك ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور سعيد الحاج. أهلا بكما. أستاذ محمد السطوحي، يعني الإدارة الأمريكية اليوم كيف تتبنى موقفها من الرواية السعودية؟ يعني نراها متقلبة وبتنا في حيرة من أمرنا، ما الذي يؤرجح هذه الرواية كل يوم؟ بالتأكيد هناك الكثير من التأرجح بل والتضارب والتناقض في مواقف واشنطن، ولا أقول موقف واشنطن لأن هناك مواقف متعددة يتصور من يستمع إليها أنه يستمع إلى إدارة مختلفة أو دولة مختلفة. الحقيقة أن الرئيس الأمريكي لم يكن لديه موقف ثابت، وكان منذ البداية مترددا في اتخاذ هذا الموقف، كان يريد أن يتمنى أو أن يغمض ويفتح عينيه ليجد أن القضية قد انتهت، لكنها لم تنتهي، وبالتالي كان مضطرا لكي يقول أشياء. في البداية كان صامتا، ثم بدأ يدافع ويقول أنه لا توجد أشياء تدين السعودية، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات. آخر كلام له كان كلام حاد للغاية، واختار أن يتحدث إلى صحيفة الواشنطن بوست تحديدا، هذه الصحيفة التي كان يكتب فيها جمال خاشقجي، وبالتالي ربما كانت أقوى تصريحات عندما يتحدث عن الرواية السعودية ويتحدث عن ما تقوله السعودية ويصفه بالخداع أو الكذب. هذه عبارات عنيفة وقوية وغير مسبوقة من الرئيس الأمريكي بالنسبة للسعودية، ولكن دعنا نقول إنه هذا لا ينهي الأمر، فربما يأتي غدا بكلمات أخرى مختلفة. الرئيس الأمريكي هناك تضارب حتى بين مستشاريه، يعني آخر التقارير تشير إلى أنه جون بولتون على سبيل المثال يدفعه للحفاظ على العلاقة مع السعودية كما هي، لأنه يريد استمرار التصعيد ضد إيران، وهذا التصعيد يتطلب مساندة من السعودية. ولده زوج ابنته جاريد كوشنر يطالبه أيضا بالحفاظ على العلاقة مع السعودية، لأنه محمد بن سلمان هو الذي يمكنه أن يدفع بما يسمى بصفقة القرن مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي هو يريد الحفاظ على هذه العلاقة لمساعدته شخصيا في الخطة التي يعلنها بعد. طيب دكتور سعيد الحاج، يعني متوقع يوم الثلاثاء المقبل أن تكون هناك رواية تركية، برأيك ما الذي سنسمعه الثلاثاء فيما يتعلق بالظروف وكذلك الطريقة التي أفضت إلى مقتل جمال خاشقجي؟ مساء الخير لك وللضيف أستاذ محمد وللمشاهدين. بطبيعة الحال الرواية التركية تأخرت، وفق كثيرين تأخرت كثيرا، لكنها عملت بشكل متدرج وهادئ ضغطا على السعودية لتقول روايتها هي أيضا. الآن في ظل اقتراب التحقيق التركي من نهاياته تقريبا، وفي ظل الروايات السعودية المتدحرجة يوما بعد يوم، واضح أن الأتراك لديهم ما يقولونه. اختار أردوغان أن يتحدث يوم الثلاثاء في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية، وبالتالي لا أتوقع بالتأكيد كلاما عن نتائج التحقيق المفصلة بكل الأشرطة والفيديوهات والصور وما إلى ذلك، لكن واضح أن إردوغان سيقول شيئا متعلقا بالقضية في سياقها العام، لأنه ذكر اليوم أنه سيتحدث عما حصل بشكل مختلف وفق تعبيره، وقال أنه نحن نبحث عن العدالة، سنقول الحقيقة كما هي، لماذا أتى 15 رجلا إلى القنصلية، ولماذا اعتقل في السعودية أو أوقف 18 رجلا، وكأنه هنا سوف يقارب الرواية السعودية وربما يناقضها أو يتحدىها بطريقة أو بأخرى. وختم قوله قائلا جميعنا نتابع ماذا يتحدث العالم عن من، وكأنه يشير بطريقة أو بأخرى إما للمغدور جمال خاشقجي رحمه الله أو للرجل القوي في السعودية محمد بن سلمان. هنا الحقيقة يبدو وكأن تصريحات إردوغان تمشي أيضا أو تسير في سياق متناغم مع تصريحات قيادات في العدالة والتنمية على المدى اليومين الماضيين،
وكأنها ألمحت إلى رفض الرواية السعودية وتحديها، وضمنيا وكأن تركيا ستقدم رواية مختلفة عنها. أنا أعتقد أن يوم الثلاثاء سيكون فيه الكثير ربما فيما يتعلق بذلك. يعني يشار هنا أن الرواية السعودية الثانية فيها من الثغرات ما فيها، على الأقل هي لم توضح حتى الآن الجثة أين هي، وتحدثت عن متعاون تركي خارج القنصلية سلنت له الجثة، وبالتالي هنا السلطات التركية يمكن لها أن تطالب بهذه المعلومات. طيب دكتور سعيد، يعني التحقيق مع 15 رجلا. نعم. دكتور سعيد، هناك من يتساءل، يعني يبات يتساءل بشدة، وأنت أشرت إلى موضوع التأخر التركي في إعلان النتائج التحقيق، رغم على مدى الأسبوعين بعدما تكشف أن جمال خاشقجي دخل إلى القنصلية ولم يخرج منها، بدأ الحديث بشدة عن تصريحات للصحف التركية وكذلك لصحف عالمية تتحدث عن ظروف مقتلها، وأنه تعرض لهذا الأمر، وأن هناك تم استخدام طريقة بشعة في مقتلها. حتى الآن لا تقدم تركيا ما تقول أو ما يعلم وسرب إلى الصحافة التركية وإلى غيرها في الخارج هذه التسريبات والأدلة القاطعة. ماذا تنتظر برأيك تركيا؟ ماذا في الحسابات التركية؟ الحسابات التركية الحقيقة كثيرة ومعقدة. يعني تأخر الرواية التركية حتى الآن يحتمل عدة أسباب، ربما أكثر من سبب ما سأذكره. الأمر الأول، الاعتبار الأول، أن تركيا قاربت هذه القضية باعتبارها قضية حساسة جدا، عملية قتل لمواطن وصحافي معروف دوليا في قنصلية مع دولة علاقاتها ليست جيدة جدا مع تركيا مثل السعودية وعلى الأراضي التركية، وبالتالي الحسابات دقيقة ودقيقة جدا. العلاقات التركية السعودية على المحك، الأزمة المالية التركية كانت على المحك، العلاقات التركية الأمريكية أساسا متوترة على المحك. الأمر الثاني، واضح أن الأتراك لم يكونوا يريدوا لروايتهم أن تكون مهلهلة، يريد أن تكون متماسكة قدر الإمكان. في حال أنه ليس لديهم الجثة الدليل الأبرز على ما حصل داخل القنصلية، ومن جهة أخرى لم يكتمل التحقيق، ومن جهة ثالثة لا يستطيعون حتى الآن إخراج هذه التسريبات إلى العلن، لأنه هناك احتمال أن تكون هذه التسريبات وصلت إليهم أو التسجيلات عفوا بطريقة ليست قانونية بين مزدوجين، يعني طريقة تنصت على القنصلية أو عن طريق وسيط أو ما شابه، وبالتالي لا تريد تركيا أن تحرج موقفها. كان الرواية أو المنهجية التركية هي الاستمرار بشكل متدرج وهادئ ومنهجي في تسريبات زادت الضغط على المملكة العربية السعودية، اضطرتها للخروج بسردية أو رواية تتضمن بشكل واضح وصريح قتل أو مقتل جمال خاشقجي في داخل القنصلية. هنا باتت الرواية التركية أسهل أن تبني على أرضية قدمتها المملكة العربية السعودية وليس بالضرورة تركيا. في حال تركيا ذهبت في اليومين الأولين للحديث عن مقتل خاشقجي كانت ستكون روايتها ضعيفة جدا. الآن بعد أن استطاعت تركيا إلى حد بعيد جدا تجنب أزمة مباشرة مع المملكة العربية السعودية بتدويل القضية وممارسة ضغوط دولية على الرياض وصدور هذه الرواية السعودية، إضافة لأن التحقيق التركي يبدو وكأنه وصل إلى محطاته الأخيرة. نعم. يبدو أن الرواية التركية وإن لم تكن ربما مكتملة ننتظرها يوم الثلاثاء، لكن الجزء الأهم منها السردية والسياق سوف ننتظره على لسان أردوغان، وهذا يشير على الأقل إلى الأهمية التي توليها تركيا لهذه القضية. طيب أستاذ محمد السطوحي ضيفي من نيويورك، يعني تحدثت عن دولة جارد كوشنر سير الرئيس الأمريكي جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بضرورة الحفاظ حفاظ الإدارة الأمريكية على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية. ماذا بشأن الفاعلون الآخرون ومدى التأثير وفي أي اتجاه برأيك؟ الفاعلون الآخرون في هذه الحالة هم وسائل الإعلام ومدى تأثيرها على الرأي العام وأيضا الكونغرس الأمريكي. عندما لا تتقدم الإدارة الأمريكية الصفوف ويكون لها موقف واضح وتقود داخل الولايات المتحدة، فإن هذا يخلق فراغا يملأه الكونغرس في هذه الحالة، وهذا ما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين. العديد من أعضاء الكونغرس من المجلسين النواب والشيوخ ومن الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين كانت لهم مواقف قوية. اليوم الأحد هناك العديد من البرامج الإخبارية الصباحية التوك شوز، وجدنا أن هناك العديد من السياسيين الأمريكيين ومن الكونغرس تحديدا يتحدثون بلغة قوية وحادة تجاه العلاقات مع السعودية. الاتهامات أصبحت صريحة لولي العهد بأنه المسؤول عن هذه الجريمة، وهناك مطالبة قوية باتخاذ مواقف وعقوبات ومنع تصدير السلاح إلى آخره. فبالتالي الموقف أصبح صعبا حتى على الرئيس الأمريكي من أن يحتوي
ردود الأفعال، عليه أن يقدم شيئا يقنع الرأي العام الأمريكي والكونغرس ووسائل الإعلام بأنه لن يتهاون بالنسبة لاتخاذ موقف، حتى وإن كان يحاول الحفاظ على العلاقات مع السعودية بشكلها القائم من أجل المصالح الأمريكية، وما وصفه بالصفقات العديدة التي عقدت مع السعودية وتفيد الاقتصاد الأمريكي. يعني كان في السابق يتحدث عن 1,000,000 وظيفة عمل استطاع ضمانها بصفقات تصل إلى 450 مليار دولار أثناء زيارته للسعودية، وكان يقدم ذلك إلى الرأي العام باعتباره مبررا للهدوء في اتخاذ موقف وعدم تعريض هذه العلاقة للخطر. لكن في كل الأحوال أنا لا أتصور أن السؤال الآن هو تدمير العلاقة مع السعودية بقدر العلاقة مع محمد بن سلمان تحديدا، وأعتقد أن هناك ضغوطا حقيقية بالنسبة للكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام من أجل الوقوف ووضع خطوط حمراء بالنسبة لهذا الموضوع. طب ستنتظر الولايات المتحدة نتائج التحقيق التركي تعول عليه واشنطن مقابل مواقف متأرجحة من الإعلان السعودي؟ عفوا ما لم أفهم السؤال. يعني ستنتظر الولايات المتحدة لاتخاذ قرارها النهائي لحين صدور نتائج التحقيق التركي تعول عليه واشنطن كثيرا في ظل التباين الأمريكي فيما يتعلق بالرواية السعودية، تارة ترحب بها وتارة تشكك بها؟ نعم، أنا لا أعتقد أن القضية هي انتظار التحقيقات ونتائجها بقدر ما هي كسب مزيد من الوقت، بمعنى أنه يريد أن يرى كيف ستتطور الأمور لكي يصبح عليه أن يتخذ موقفا بشأنها بطريقة أو بأخرى. ولكن منذ البداية كان هناك تسريبات عن أنه CIA تمكنت من الاستماع إلى تسجيلات تشير إلى أن خاشقجي قد قتل بالفعل داخل القنصلية السعودية، وبالتالي الرئيس الأمريكي لديه هذه المعلومات منذ البداية، لكنه يتعامل معها على أنها غير حقيقية ولا يريد أن يتخذ موقفا بشأنها إلى أن يتم الإعلان عنها كما حدث من السعودية مؤخرا. وبالتالي واشنطن لديها المعلومات، القضية هي أنها لا تريد الآن اتخاذ هذا الموقف، وتتمنى لو أنها لا تحتاج ولا تضطر إلى اتخاذ هذا الموقف، وبالتالي تتخذ من التحقيقات مبررا لعدم اتخاذ هذا الموقف، وربما الانتظار واكتساب مزيد من الوقت، لأنه هذا يعطيها الفرصة لكي ترى ما ستقول إليه الأمور وما إذا كان عليها أن تتخذ موقفا بشأنه أم لا. طب دكتور سعيد الحاج، يعني العثور على الجثة مع استكمال التحقيقات السعودية وإنزال العقاب بالجنا سيقفل القضية بالنسبة لتركيا؟ يعني تركيا الحقيقة لها حسابات متعددة، هناك أمر متعلق بالسيادة التركية وانتهاك الأعراف الدبلوماسية بجريمة ترتكب على أرض تركيا وإن كانت داخل القنصلية، وهناك أمر متعلق بقدرة السلطات الأمنية التركية على إخراج رواية متكاملة، هذا تحدي مهم جدا لأنه يدافع عن سمعة تركيا وعن سياحتها وعن أمنها وما إلى ذلك، وهناك حسابات متعلقة بطبيعة الحال بالعلاقات بين أنقرة والرياض التي لا تريد لها تركيا أن تتعرض لأزمة شديدة، لا سيما في ظل الأزمة المالية الموجودة في تركيا والتي لم تتعافى منها حتى الآن. ولذلك فكرة الاستثمار السياسي حاضرة إن كنت تسأل عنها، لكن أنا لا أعتقد أنها ستكون بالضرورة على حساب الحقيقة، على حساب نتائج التحقيق، ربما تكون استثمار لنتائج التحقيق. ولذلك بطريقة مشابهة نوعا ما للعلاقة السعودية الأمريكية، أنا أعتقد أن تركيا أيضا تميز نوعا ما بين العلاقات التركية السعودية وبين العلاقة مع محمد بن سلمان، ولذلك استراتيجيا تركيا لها مصلحة بأن تكون العلاقات مع الرياض جيدة بل تطورها أكثر فأكثر، لكنها ليست سعيدة جدا بطبيعة الحال بالرجل القوي محمد بن سلمان الذي أضر بالعلاقات التركية أو على الأقل جمد العلاقات التركية السعودية التي كانت أفضل قبل أن يكون وليا للعهد. ولذلك إذا كان بإمكان تركيا، أفترض هنا إذا كان بإمكان تركيا من خلال نتائج التحقيق أن تضغط أكثر على العائلة المالكة السعودية لإجراء تغييرات معينة تحافظ على المملكة كمملكة وتحافظ على النظام كنظام وتخرج نتائج التحقيق بطريقة تضغط على محمد بن سلمان ووضعه وإمكاناته، أنا أعتقد هذه سيكون مكسب استراتيجي كبير لتركيا. لكن منذ البدء وهذا المتوقع في إعلان إردوان، لا تريد تركيا أن تتصدر لوحدها هذا الأمر، لا تريد أن يكون الأمر وكأنه أزمة ثنائية بين الرياض وبين أنقرة، تريد أن يكون ذلك ضمن جهد دولي معين، وهذا أشارت له القيادات التركية قيادات العدالة والتنمية أنه معاقبة الفاعلين ومن يقف خلفهم ومن أعطى الأوامر وعدم التستر على جريمة بهذا الشكل تنتهك القانون الدولي هي مسؤولية المجتمع الدولي. هنا ستراهن تركيا وقد راهنت على مدى الأيام القليلة الماضية في تراكم موقف دولي رافض
للرواية السعودية، وهي هنا تتكئ مثلا وتستعين من الموقف الألماني الواضح الذي رفض الرواية السعودية فضلا عن دول أخرى ربما أقل تأثيرا. دكتور سعيد، يعني في آخر الأنباء أن تركيا يعني وفرت حماية لخديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، هل بات يخشى على حياتها وممن برأيك؟ يعني بطبيعة الحال من تابع وسائل الإعلام السعودية تحديدا للأسف نسمي الأمور بأسمائها، تعرضت السيدة أو هذه الآنسة لحملة مريعة الحقيقة، دخلت في مصداقيتها واسمها وعائلتها وأحيانا عرضها، وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي في كيفية أو أمور التهديد بأنه القنصلية تنتظر كل من يعترض وأن السعودية لن تسكت وأن وأن وأن. لا أدري الحقيقة، ليس لدي معلومات، ربما تعرضت حتى لتهديدات مباشرة بالهاتف أو بشكل أو بآخر، لكن في نهاية المطاف واضح أنه القضية أخذت بعدا كبيرا جدا، باتت أمور يعني حساباتها حساسة ودقيقة، وبالتالي الشاهد الأساس والذي أثار هذه القضية كانت خطيبته الأنسة خديجة، وبالتالي واضح أنه هناك ما يهدد حياتها، ولا الأقل تريد السلطات التركية أن تحافظ على حياتها بطريقة أو بأخرى، أن لا تتعرض لأي مضايقات فضلا عن اعتداء معين بهذا الإطار. أستاذ محمد السطوحي، يعني من نيويورك، في ظل الاستعداد للانتخابات النصفية للكونغرس، برأيك هذا الموضوع مثار الجدل سيكون مادة دسمة، كرة الثلج ستتحرج وستكبر شيئا فشيئا مع اقتراب هذه الانتخابات؟ أنا أعتقد أن القضية كبيرة وربما تتجاوز في أهميتها هذه الانتخابات النصفية. هي حتى الآن لم تصبح قضية حزبية، لأنه الجمهوريون مثل الديمقراطيين اتخذوا مواقف قوية بالنسبة لهذا الموضوع، وبالتالي لم يتح للديمقراطيين استغلاله سياسيا في الانتخابات النصفية، ولكن يتم استغلاله بشكل أو بآخر، مثلما قال مثلا بيرني ساندرز عندما قال أنه لا يمكن أبدا أن يكون رئيس للولايات المتحدة يشارك في عملية التستر على جريمة قتل في اسطنبول. هذه هي اللغة التي من الممكن أن يستخدمها الديمقراطيون في محاولة تحقيق مكاسب في هذه الانتخابات، ولكن أنا أتصور أنه سيكون تأثيرها أكبر في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد حوالي عامين، لأنه في هذه تفضل. نعم، أنا أشكر لأن الوقت داهمنا. أستاذ محمد السطوحي الكاتب والباحث السياسي كنت من نيويورك معنا، ومن اسطنبول أشكر أيضا كاتب والباحث السياسي الدكتور سعيد الحاج، شكرا جزيلا لكما. نهاية العشرة من المملكة، أعود وألقاكم غدا في الموعد نفسه، تحية وإلى اللقاء.